اليوم باش نتكلم كيما عمري ما تكلمت. الناس كل طويكة الجمعة هذه عايشين على قضية كبيرة برشا ولا سؤال كبير برشا من بنزرت لتطاوين. السؤال يقول وينو البترول؟ وينو البترول؟ أعتقد أن السؤال معقول ياسر، ومن حق أي مواطن اليوم باش يسأل وينو البترول. باعتباره مواطن تونسي يهمه يعرف ثروات بلاده وين، قداش وكيفاش. السؤال المطروح لماذا ليست هناك إجابة واضحة وصريحة على وينو البترول؟ شنو اللي قلق؟ جاوبوا الناس. انت علاش شادت كرسي سيدي باش تجاوب الناس وتفهم الناس وتوعي الناس إلا إذا كان الأمور ما هيش لباس. السؤال الأول، أخطأنا طو من وينو البترول؟ وينو التشغيل؟ وينو التشغيل؟ موعد صفقنا وهللنا وانتخبنا وغطسنا صوابعنا على برامج منهم التشغيل. ناس كلاتها البطالة، ناس كلاتها البطالة، بيخطانا من وينو التشغيل؟ وينو التعليم والمدرسة؟ وينو التعليم والمدرسة؟ سامحني مع كامل احترامي معلم مقرب أستاذ مقرب، بالنسبة لي أنا المعلم معلم والأستاذ أستاذ، نفصلوا. لازمنا نتلفتوا للمشاكل الحقيقية في المدرسة وفي الليسي. باهي خلي المدرسة والليسي على شيرة، وين التنمية؟ التنمية ادخلوا لتونس الأعماق تو تشوفوا علاش الشباب يحرق. اللي ريناهم في فرنسا وفي ألمانيا 7 سنين ما شافش أمه. أستاذ حرق، هل هو سعيد أنه ماشي للموت ويخدم جنان في فرنسا وهو أستاذ عامل إيكونومي جيستيون؟ بأخطانا يا أخويا من التنمية، وين الثقافة في البلاد هذه؟ وين الثقافة؟ وين المساواة؟ وين العدالة الانتقالية؟ وين تونس؟ وين تونس؟ يا ولدي سمعوني، وين تونس؟ تونس وين؟ اليوم نهار 2/1/2015 السؤال المطروح للمسؤولين من كبيرهم لصغيرهم ويجاوبونا، وين تونس؟ حماة الحما يا حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن لتدوي السماء.